يعني أسوأ يوم في حياتها النهارده ان هي تفقد انسان بقيمه الاستاذ احمد رجب. قبل ما يكون صحفي وكاتب هو مصري اصيل حاسس بقضايا المجتمع عبر تاريخه كله، فضل لاخر وقت بيعبر عن المصريين بصدق، لم يترك قضيه هامه او قضيه حيويه بتهم المصريين الا وكان وراها. يعني عايز اقول ان يعني برحيله فقد الصحافه الرياضيه وفقد المصريين جزء غالي وانسان عظيم صعب تكراره. بنعزي اسره اخبار اليوم في الحقيقه اللي فقدت 2 في شهر واحد، يعني كانوا من أعمدة أخبار المملكة كثيرا، وكانت كلماته موجزة ومختصرة وبتعبر عن كل مرحلة. صعب جدا أنك تلاقي كاتب حاسس بكل قضايا المجتمع، صعب جدا أنك تلاقي كاتب ملم بما يحدث في بلده لآخر وقت، بيعايش المصريين كل مراحل المراحل اللي مرت بيها مصر، لم يترك مرحلة هامة إلا وتوقف عندها. يعني باختصار عايز أقول إن مصر فقدت أيقونة، وأخبار اليوم عايز أقول مش عايز أقول عمود من أعمدة أخبار اليوم، إنما عايز أقول إن أخبار اليوم اختصارا أعتقد إنها بتعيش النهاردة يوم من يعني من أصعب الأيام اللي مرت على مؤسسة أخبار اليوم.